السلام عليكم، ازيكم؟ انا شيماء واهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هعمل اسوره وخاتم شكل فراشه، سهلين جدا وحلوين قوي، وشكلهم حلو جدا زي ما انتم شايفين اهو. طلبت مني في الفيديو اللي فات بتاع اسوره النحله، فهنعملها بقى النهارده. هستخدم ليها خرز زي ده اهو، ده خرز لولي اهو مقاس 4، واي خرز عندكم هيكون مناسب عادي، مفيش اي مشكله. هستخدم منه لون ذهبي دوت للفراشه كلها، وخرزتين بس باللون الفضي، تمام. وهستخدم كمان خرز تاني اهو، ده خرز شفاف اهو مقاس 3، واي خرز عندكم برضو هينفع، مفيش اي مشكلة. وهنستخدم الخيط المطاط اللي هو زي ده، اي خيط مطاط عندكم هيكون مناسب برضو. هستخدم منه واحد طوله 40 سنتي، ده بالنسبة للخاتم، لكن بالنسبة للاسورة هنستخدم واحد طوله 55 سنتي. طيب هنبدأ بقى ازاي. احنا دلوقتي هنعمل الخاتم. هدخل الاول خرزة باللون الفضي، وبعدين هدخل من اللون الذهبي 8 خرزات، تمام. كده اهم خرز فضي و8 باللون الذهبي. طيب هنعمل ايه؟ هننزلهم كده لحد النص شوية. هنجيب بقى الطرف اللي هو ناحية الخرز الذهبي ده، شايفينه؟ هدخله فين بقى؟ هدخله في الخرزتين الاخرانيين، في الخرزتين اللي في الاخر دول، الذهبي والفضي، تمام. طيب هندخله ازاي؟ احنا ماسكين الطرف اهو، هندخله كده في الاتجاه ده عند الخيط التاني، هنخليه يروح لحد الخيط التاني. اهو بصوا، هدخله في الخرزة الذهبي والخرزة الفضي مع بعض. ادي كده دخل اهو في الذهبي، تمام. هندخله كمان في الخرزة الفضي، اهو دخل اهو في الاتنين. ده كده الشكل اهو. بنبتدي بقى نشد، فالمفروض هيبقى الشكل اللي قدامنا اهو. بس بصوا بقى، احنا كده بقى عندنا طرف طويل وطرف قصير، فلازم طبعا نساوي الاطراف دي عشان ما تعملش مشكلة معانا في النهاية. فبنبتدي بقى ايه، نشد كده في الخيوط هنا وهنا لحد ايه ما بنساوي الاطراف. بصوا كده اهم سويناهم اهم. هبتدي بقى ازق اهو الخرز لحد الاخر اهو. بقى عندنا اول جناح اهو للفراشه، شايفين كده الشكل. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ احنا عندنا الشكل كده اهو، عندنا خيطين، بصوا عندنا خيط فوق اهو وخيط تاني تحت. هنيجي بقى في الخيط اللي هو تحت ده، هنحط بقيه الخرز التاني. هجيب بقى 8 خرزات من الخرز الذهبي زي ما حطينا في البدايه، بصوا كده دلوقتي عندنا كام خرزة؟ عندنا 8 خرزات اهو. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ الخطوة دي مهمة جدا ولازم نركز فيها، علشان دي اللي هيبقى على اساسها ان احنا نعمل الفراشة بشكل مظبوط جدا. ايه بقى الخطوة دي؟ الطرف اللي احنا دخلنا فيه 8 خرزات دلوقتي همسكه وهدخله في الخرزة الذهبي اللي هي دي، اللي هي جنب الفضي دي على طول، وكمان في الخرزة الفضي. حلو، يعني هدخله في الاتنين دول، الذهبي والفضي. هتجيب الطرف اهو، هدخله الاول في الذهبي اهي، في نفس اتجاه الشكل الفراشة وفي نفس اتجاه الخيط التاني اهو، شايفين كده. طيب شدينا دلوقتي اهو، هروح كمان، طبعا احنا كده مخلصناش، زي ما احنا عارفين هندخله كمان في الخرزة الفضي. هنمسك بقى الخرزة الفضي كده كويس، علشان بس ايه، نوسع مسافة للخيط ان هو يدخل. بصوا كده دخل على طول ازاي. هنبتدي نشد، طبعا هي كده لسه، بصوا هي كده ما بقتش مظبوطة خالص. هنشد بقى الخيوط من الطرفين جامد، من هنا ومن هنا، علشان نظبط شكل الفراشة بتاعنا، شايفين؟ بصوا كده بقى عندنا جناحات الفراشة اهي، نشد كويس لحد ما كله يظبط معانا. شايفين كده فراشة اهي.
طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ دلوقتي بقى عندنا خطوة مهمة، عندنا خرزة فضي اهي، هدخلها في اي طرف سواء اليمين او الشمال اهو، وهجيب بقى الطرف التاني وهدخله من العكس زي ما احنا متعودين في غالبية شغل اساور الخرز اهو، شايفين كده. وهنبتدي نشد الطرفين مع بعض. احنا كده خلصنا الجزء الاول بتاع، شايفين كده الشكل دلوقتي معانا. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هاجي عند طرف من الطرفين هدخل فيه 5 خرزات باللون الذهبي، شايفين كده 5 خرزات اهو. طيب بعد ما دخلنا ال5 خرزات هنيجي هنعمل ايه بقى؟ عندنا برضو خطوة مهمة تانية، هجيب الطرف اللي انا دخلت فيه الخرز هدخله فيه برضو نفس النظام، الخرزة الذهبي الاخيرة دي وبرضو في الخرزة الفضي. حلو كده، كده سهل جدا، مفيش اي مشاكل معانا اهو. همسكه كده هدخله في الخرزة الذهبي اهو، دخل اهو، بعدين نروح شادينه ومدخلينه كمان، بس ايه نظبط بس كده دلوقتي اهو، كده الشكل اهو، بص كده. بعدين هنروح مدخلينه فين؟ في الخرزة الفضي كمان، دخل اهو في الخرزة الفضي. هنروح بقى شادين عادي خالص، نشد كويس جدا اهو، بصوا كده. طبعا نظبط واحنا بنشد الخرز من هنا علشان تبقى شكلها مظبوطة، شايفين اهو، بصوا كده الشكل. هنيجي بقى في الطرف التاني هنعمل نفس الطريقة، هنجيب 5 خرزات من الذهبي هندخلهم كده اهو، دخلنا 5 خرزات. طيب هنيجي بعد كده بقى هنروح لحد الاخر برضو هنا، وهنعمل ايه؟ نفس النظام نفس الطريقة، هندخل الخيط في الخرزة الذهبي الاخيرة وفي الخرزة الفضي، ونتأكد ان احنا مدخلينهم في عكس اتجاه الخيط ده، يعني ما ينفعش ندخلهم فييجوا جنب الخيط ده، لأ لازم يبقى الخيط هيروح الناحية التانية، تمام؟ طيب هنيجي اهو، هنمسك الخيط ندخله في الخرزة الذهبي اهو في الاول، وبعدين نشد عادي، نظبط بس اما نشد الجزء ده تمام، وبعدين هروح مدخلاه كمان في الخرزة الفضي. شايفين كده دخلت اهي، نبتدي بقى نشد عادي خالص. طبعا هي بصوا هي شكلها عندنا عجيبة جدا، ايه المنظر ده؟ طبعا احنا لسه هنشد كويس علشان نظبط الجوانب دي كلها، بنشد من كل الاتجاهات ومن كل ناحية، شايفين اهو، حتى بصوا بتشد دول كمان علشان الجزء اللي في النص دوت بقى فيه فراغ كبير، فاحنا مش عايزين كده، فبنشد اهو ونروح شادين كمان هنا علشان يجي معانا شكل الفراشة بتاعتنا. بصوا بقى شايفين بقى الجمال، وبقى عندنا شكل الفراشة بتاعتنا اهي، شكلها حلوة جدا ازاي. طيب دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ دلوقتي هنجيب بقى الخرز التاني اللي هو الشفاف، وهنبتدي ندخله في الجوانب لحد ايه ما يبقى على قد مقاس صباعنا براحتنا، ونبتدي ايه نقفل عادي. طيب كده اهو بصوا حطينا الخرز اهو في الطرفين، وادي الشكل عندنا. هنبتدي بقى طبعا نربط عادي زي ما وريتكم قبل كده ازاي نربط الاستك ده بطريقه كويسه جدا عشان ما يفكش معانا ابدا، في فيديو هيظهر لكم في حرف الاي وهتلاقوه في اول تعليق تحت الفيديو هنا. وادي الشكل النهائي اهو للاسوره والخاتم، شايفين شكلهم حلو جدا ازاي ومميزين. جربوهم بقى، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب او اشتراك ولايك وشير للفيديو مع اصحابكم.